قرار الحكم زي الرصاصة، طالما خرجت من المسدس ما بترجعش. ده اللي سمعناه كتير عن قرارات التحكيم قبل ظهور الفار. ولكن يوم 21 يونيو 1982، وفي أهم حدث رياضي في كرة القدم، كاس العالم، الرصاصة رجعت للمسدس في واحد من أغرب المشاهد في تاريخ اللعبة. خلينا قبل ما نروح للمشهد نشوف ازاي وصلنا له. جيل تاريخي لمنتخب الكويت بدأ باستعراض عضلاته في كاس الخليج، وصل أول 6 نهائيات في تاريخ البطولة وفاز ب5 منهم، وفي كاس آسيا خسر النهائي سنة 1976، وكسب البطولة أخيرا سنة 1980، وتأهل لأولمبيات موسكو في نفس السنة ووصل ربع النهائي. وكنتيجة طبيعية لكل النجاحات دي، كان على موعد مع أول تأهل لكاس العالم في تاريخه سنة 1982 في أسبانيا، والأخير لحد النهاردة. وقعته القرعة في المجموعة الرابعة النارية اللي استضافتها مدينة بلد الوليد مع التشيك وفرنسا وانجلترا. واللي فاكر منتخب التشيك بجيل يورو 2004 المميز، في الحقيقة انه في المرحلة دي من التاريخ كان اقوى بكتير. بطل يورو 1976 وتالت يورو 1980، وبطل دورة الالعاب الاولمبية في نفس السنة اللي منتخب الكويت غادرها من ربع النهائي. في مجموعات الاولمبياد اتقابلوا بالفعل وتعادلوا 0-0، وقررت المواجهة في اول دور مجموعات كاس العالم 1982. وبدري قوي منتخب التشيك بياخد ضربة جزاء، وعلى التنفيذ داخل أنتونين بانينكا، أيوة هو صاحب طريقة التسديد الشهيرة المسجلة باسمه، وقف أحمد الترابولسي حارس الكويت في مكانه عشان ما يحصلش فيه اللي حصل لحراس كتير قبله وبعده، ولكن بانينكا شطها في زاوية عادي جدا وتقدم منتخب التشيك في الدقيقة 21. لكن منتخب الكويت ما استسلمش وتعادل بهدف فيصل علي الدخيل في الدقيقة 57، وخرج بنقطة أولى من الماتش، ويستعد للخصم التالي الغني عن التعريف، منتخب فرنسا، ماريوس تريزور، ألان جيرس، ديدييه سيس، بلاش دول، ميشيل بلاتينيه. ده الجيل اللي اضطر أول منتخب عربي أسيوي في كاس العالم يواجهه في تاني جولات دور المجموعات. فوق كل ده فرنسا خسرت في أول ماتش قدام انجلترا، وبالتالي ما بقاش عندها بديل غير الفوز على الكويت. وللأسف الصمود الكويتي في وجه التشيك ما تكررش قدام الديوك. برنارد جيرجيني سجل الأول في الدقيقة 31، وفي الدقيقة 43 أضاف بلاتينيه الهدف الثاني، وبعد بداية الشوط الثاني بأقل من 3 دقايق كان سيس حط الثالث وانتهت المباراة عمليا. رغم كل ده قدر منتخب الكويت يقلص الفارق بهدف عبدالله البلوشي في الدقيقة 75 ويرجع شيء من الحياة للمباراة. ومن هنا بدأت اللقطة الأغرب. بسرعة منتخب فرنسا حاول يقتل المباراة، وداخل جيرس يسجل الرابع، وفي طريقه للمرمى لعيبة الكويت كلهم وقفوا فجأة. كمل جيرس وحط الكرة في الجول عشان يتضح سريعا من بركان الاعتراض الكويتي اللي انفجر في الملعب، اللي اللعيبة سمعوا صفارة من المدرجات وافتكروها صفارة الحكم عشان كده وقفوا. اللعيبة اتجمعت حوالين الحكم السوفيتي ميروسلاف ستوبار، وبدأ الوضع يتطور. كل ده كان بيمهد الساحة لنزول بطل الواقع الأشهر، الأمير فهد الأحمد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم. نزل الأمير لأرض الملعب وجمع اللعيبة تمهيدا للانسحاب من المباراة، وده اللي هدد بيه الحكم بالفعل لو ما تمش الغاء الهدف الغير شرعي من وجهة نظره، في مشهد غير مسبوق في تاريخ كاس العالم. على الناحية التانية كان ميشيل هيدالجو مدرب منتخب فرنسا مش قادر يستوعب اللي بيحصل، ودخل في نوبة اعتراض هستيرية استدعى التدخل الامن عشان ما يتطورش الوضع اكتر من كده. وحصلت المعجزة، الرصاصة رجعت مسدسها، والحكم قرر يلغي الهدف فعلا وسط استغراب كل المتابعين. شوية وفرنسا سجلت الرابع تاني، وانتهت المباراة بفوزها 4-1، وخسر منتخب الكويت المباراة الثالثة قدام انجلترا بصعوبة شديدة 1-0 عشان يودع البطولة. خلص مشوار الكويت، ولكن طبعا الجدل ما كانش خلص بالسهولة دي. الواقع اعتبر التشجيع لرؤساء الاتحادات انهم ينزلوا ارض الملعب ويعترضوا على اي قرار، لو ضغطت على الحكم شوية ممكن يغيرهولك، مبدأ لو اتعمم كفيل بنسف كل اسس اللعبة في وقت قصير جدا. بالتالي الامير فهد الاحمد بقى مضطر يبرر تصرفه. احنا رياضيين ونعرف ان القرار النهائي للحكم، ولو كان عندنا اي احتجاج على الحكام كنا اعترضنا على البنالتي الذي كان في المباراة الاولى، او كان على الاقل اي سجل من سجل يعني اي لحظة من تاريخ سجل الاتحاد الكويتي في الاتحاد الدولي في هناك اي نوع من الاحتجاجات. هذا جاء نتيجة تصرف احد الاداريين معاي، فهو تعامل معاي كأنني ممثل عن دولة صغيرة. ولما تقلوا ان تغيير الحكم لقراره هو سابقة في تاريخ الكورة ما حدش شافها قبل كده، ولع الامير سيجارته ورد بهدوء شديد ووجه مبتسم، ايه بس لكن الغرامة والبنش من صارت علينا احنا.
وقتها طبعا ما كانش لسه يعرف غير الغرامة اللي اتفرضت عليه بما يعادل 8000 جنيه استرليني. وبينما كان الموضوع بالنسبة له انتصار لحق منتخب بلده وفداء ألف غرامة، فالموضوع الناحية التانية كان كارثة لازم تتوقف قبل ما تنتشر. وبالفعل الحكم السوفيتي ميروسلاف ستوبار ما شافش النور تاني، اتوقف لنهاية البطولة. وبحسب المدرب الفرنسي التاريخي أرسن فينجر، ستوبار ما ظهرش في أي ماتش دولي بعد الواقعة دي. صحيح التدخل الحكومي في أرض الملعب عدى على خير، ولكن دي كانت أول وآخر مرة سواء نشهد تدخل حكومي في أحكام كأس العالم أو حتى أننا نشوف الكويت في البطولة لحد دلوقتي.